الشكل اليوناني قريب شويه من مصري؟ لا قريب كتير. قريب كتير. قريب كتير. يعني في خفه دمهم مثلا، ايه اكتر حاجه ممكن يعني شبيهه مثلا بالنسبه لنا؟ الامثله بتاعتهم شبه الامثله الشعبيه بتاعتنا؟ الى حد كبير، وفي عادات كتير شبيهه، وفي مثلا العفويه اللي عندنا برضو الى حد كبير. لا اللي انا ما حسيتش بغربه ابدا وانا بتعامل مع اليونانيين واليونان تحديدا، ما حسيتش بغربه خالص يعني. في تشابه كبير جدا جدا. طيب اندي، يعني انت بتقدمي البرنامج بتاعك كله باللغه اليونانيه صح؟ ما فيش لغه عربيه خالص داخله في الموضوع؟ ساعات كنا بنحتاج اللغه العربيه طبعا. حابه برضو اوضح فكره ان انا بقدم ده كضيفه، يعني ولا في اي مقابل، ولا انا متعينه بشكل رسمي بالظبط. لكن اللغه العربيه كنا ساعات بنستعين في شرح، يعني مثلا في شرح المصطلحات الشعبيه كنا بنحتاج ساعات نوضح بعض المصطلحات باللغه العربيه، نشرح المصطلح اليوناني، وفي التعليم طبعا عشان ده تعليم كنا بنحتاج نستخدم اللغتين مع بعض، فحسب المحتوى. بس في الغالب بيبقى طبعا كله يوناني يوناني.